الظبي. هناك ايضا هزاع بن محمد بن سعيد العمري من يقدم لنا الظبي على البداية هلولة، يتقدم على الصدارة هلولة، انتقل مباشرة على المركز الثاني، الوصول والتقدم من عاجل عبيد بن ناصر بن سالم بالسحم الهاجري اللي خذ المركز الثاني. نقلتنا الى المركز الثالث، الوصول والتقدم من الشاب رياض بن ثامر بن سليمان السعدون وصل على المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الرابع، ياهو قدوم ياهو وصول ياهي شعارات قادمة في هذا الانطلاق في هذا المسار اللي قادم. هناك تلاف راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي في هذه اللحظات شعار المتحدي، المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات، الوصول هنا من أدهم 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 القادم في هذا الانطلاق سهيل بن سالم بن أحمد الكثيري. والمركز السادس القادم أحلى والمنطلق ملبي في هذه اللحظات حامد بن محمد بن سالمين العامري. المركز السابع التقدم مشاهدينا متابعينا الكروم، يا سلام، هذا هو زعفران مهنا بن حمد بن مية العفاري. وهناك أيضا القادم مع المركز الثامن والواصل في هذه الانطلاقات وفي هذا المسار، هذا هو أيضا شعار مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الأخيلي. والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات والقادم في هذا المسار، ياهو قدوم ياهي أيضا شعارات القادمة. هنا سلطان يتقدم في هذه اللحظات، وهناك أيضا الواصل، الواصل مشاهدينا متابعينا الكرام البرق منصور بن مبارك بن علي الشريفي. والعود إلى البداية هلولة، نعود إلى الصدارة هلولة لمن ناموس هذا الشوط ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الشعارات إلى البداية هلولة. زعفران 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 من يستلم زمام الأمور على المركز الأول. هناك أيضا بشعار محنى، هذا هو محنى بن حمد بن مية العفاري يقدم لنا زعفران في موقع الزعفران، ولكن شعار بن السهران على المركز الثاني يقدم لنا أيضا الظبي اللي خذ المركز الثاني. هزاع بن محمد بن سعيد العمري هنا وينحدر من سلالة شاهين ولد الظبي على البداية على المركز الثاني. الله يا سلام، حركوهن الجعدان، هناك الناموس حاير وطاير حاير وطاير ما بين هذه الشعارات اللي تقدم مشاهدينا متابعينا الكرام اللي وصل. هناك أيضا ملبي حامد بن محمد بن سالمين العامري، ولكن بن حمدش بن حمدش هنا يتقدم في هذه اللحظات يقدم لنا متوه في هذا المسار. مبارك بن سعيد بن حمدش الأخيلي اللي خذ المركز الثاني. الله الله، جولة الأوامر النهائية على البداية هلولة، ما زال زعفران زعفران على الصدارة هلولة. هناك أيضا إلى بوابة 11 وسلالة مطفي مركز الأبحاث، هناك أيضا على البداية هلولة. الله يا هذه السلالة مع الأربعمية متر الأخيرة على البداية هلولة، والله ما طفاها مطفي إلا ولعها على البداية إلا ولعها على الصدارة. سلالة مطفي سلالة مطفي، سلام 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 يا زعفران سلام. محنا بن حمد بن مية العفاري هنا، ومساكم الله بالخير يا بواب 11. الناموس يتجه الى بواب 11، تهانينا والناموس وسلام لاهالي الفقع ايضا وانتاج مركز الابحاث هنا على البدايه الاولى، وينحدر من سلاله مطفي المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، كان من نصيب هناك ايضا ملبي حامد بن محمد بن سالمين العامري، بينما المركز الثالث على الوصول والتقدم مشاهدينا متابعين كرام من متوح مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي. والمركز الرابع لحظات وصول مع المركز الرابع، هذا هو مبدع شريان بن محمد بن طالب الف هيده المري. والمركز الخامس مشاهدينا متابعين الكرام، هذا هو ادهم احمد بن سالم بن سهيل بالشرقي. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام، تهانينا والناموس هنا أيضا
على هذا الفوز، فوز زعفران محنى بن حمد بن مية العفاري. تهانينا والناموس وسلام بواب 11 سلام، وينحدر من سلالة مطفي هنا الغني دائما عن التعريف في انجازاته وتحدياته المثيرة. سلام يا الفقع سلام. التوقيت الزمني 5:51 أربع أجزاء من الثانية. سلام بواب 11 سلام على المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثاني هنا وصول وتقدم الملبي حامد بن محمد بن سالمي العامري. وتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام لحظات وصوله وعبوره الى خط النهايه بتوقيت زمني مقداره 5:56 اربع اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثالث لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو متوه مبارك بن سعيد بن محمد بن حمد الشلخيلي 5:56 ست اجزاء من الثانيه. تهانينا والنمو. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بالخير والمسرات. متابعينا مستمعينا الكرام الافاضل، احييكم وارحب بكم وبحضراتكم من هنا من عاصمة ميادين السباق، من هنا من ميدان الوثبة في العاصمة الحبيبة أبوظبي، حيث هذا التجمع الكبير المبارك في هذا اليوم.